هذا المؤتمرات وغيره أكيد تساعد في تبادل الخبرات، وتساعد في التركيز على ما هي أحدث وآخر وسائل التشخيص، وما هي أحدث وسائل العلاج في طب الأطفال. حجم البحث العلمي ضخم وكبير في طب الأطفال وفي كافة التخصصات العلمية، وجود مثل هذه المؤتمرات أعتقد راح يساعدنا فعلا في التركيز وزيادة الوعي في كافة ما يتعلق بطب الأطفال أو غيرها حتى من التخصصات العلمية.